سارة تحياتي. صباح الخير لك. انا شخصيا اشتقت لك. كلك ذوق. شكرا لك. اهل جنوب لبنان معروفين بكرمون. بكرمون. ليش اخترتي البخل اليوم؟ هلا بيقولوا في اشياء كثيره بالوراثه، يعني مثلا بيقولوا بيمشي مثل بيو، بتحكي مثل امه، بس هل البخل عن جد بيطلع بالوراثه؟ شو رايك؟ يعني طبعا فينا نعلم اولادنا او نعطيهم صفات، لانه وجدنا بوجهن وقت طويل. يبدو هالحكاية بتقول انه البخل فعلا بيطلع بالوراثة، ورح بلش لك وقول انه بالزمانات كان في رجال بخيل 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 بخيل، قد ما تقول بخيل قول اكثر، كان عنده هم انه يطلع ابنه بخيل مثله. فبيوم من الايام هيدا البي جاب قالب جبنة من عند الشيف، حطه هيك، كان هيدا القالب الجبنة يجيب الخبزة يمسحها مسح هيك على الجبنة وياكلها، ما يضقر الخبز بالجبنة، يعني كان يقعد عنده قالب الجبنة أيام أسابيع. مع براد؟ مع براد أو بلا براد؟ أيام زمان كانوا يحطون بالكوارة. مع كهرباء أو بلا كهرباء؟ أيام زمان كانوا يحطون بالكوارة، كان كل شيء ضل مسقع. فقام المفاجأة كانت إنه ابنه قال له لبيه معقول عم تاكل الخبز بهيدي الطريقة، عم تاكل الجبنة بهيدي الطريقة، عم تمسح الخبزة على الجبنة، ما بيعلق شيء على الجبنة. لا، قال له لكان ابنه بيو شو الحل؟ قال له بتحط الجبنة من بعيد، أول شيء بتشمها، بتعبي روياك من ريحتها وبتحطها من بعيد وبتلوح لها للجبنة بالخبز من بعيد وبتاكل. فتفاجأ البي إنه ابنه فعلا مش طالع بخيل مثله، طالع أبخل منه. هلا الخبرية لحد هون محمولة، لحد ما بيوم من الأيام بيكون قاعد البي وابنه وبدق الباب وبيجي لعندهم ضيف. تعرف البخيل بس يجي لعنده ضيف بحسها شغلة كتير تقيلة. فتلبك شو بده يعمل، وهالضيف إله قيمته، ما في يتبخلن كتير قدامه. فقام قال له لابنه يا ابني روح اشتري لك، ركز معي، ربع كيلو لحمة. ربع كيلو لحمة، اعتبر حاله كتير صرف هو. الريحة يعني. ايه. فقام الابن راح ظهر لبس بإجره وراح على السوق ليشتري مثل ما قال له بيو ربع كيلو لحمة، بس تذكر انه هالابن وقت قصة الجبنة شو عمل، فشو ممكن يعمل وقت قصة اللحمة؟ وصل لعند اللحام قال له اعطيني ربع كيلو لحمة. قال له اللحام رح أعطيك لحمة طرية مثل الزبد. طلع هيك وقال طرية مثل الزبد، طرية مثل الزبد. لحظة لحظة ما تعطيني. قال له شوفي. قال له لحظة لحظة خلص شكرا لإلك. راح لعند الدكانجي قال له ليك أعطيني ربع كيلو زبد، ما زال طرية مثل الزبد، ليه بدي أشتري لحمة؟ بروح بشتري زبد. أعطيني ربع كيلو زبد. قال له الدكانجي لعيونك رح أعطيك ربع كيلو زبد طيب مثل العسل. قام طلع هيك وقال له لحظة 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 ما تعطيني؟ رح لعند النحال قال له أعطيني ربع كيلو عسل، ما زاله طيب مثل العسل، ليه بدي أشتري زبد؟ لا بشتري عسل أرخص. قال له رح أعطيك عسل صافي ونقي مثل المي. طلع هيك وقال له ما تعطيني؟ ما زال العسل مثل المي، لشو بدي اشتري؟ ما عندنا مي بالبيت. عن نبعة؟ لا عندنا مي بالبيت جاهزة. كمان. راح على البيت وفات ايديه فاضيين، طلع في بيه هيك وقال له عيونه عم يلمع مبسوط البي، بس ما في بين قدام الضيف هيك، قال له شوفي ليه رجعت فاضي؟ قال له بده يعطيني لحمة طيبة مثل الزبد، قلت بشتري زبد، بده يعطيني زبد طيب مثل العسل، قلت بشتري عسل، بده يعطيني عسل نقي مثل المي، قلت عنا مي بالبيت. طلع فيه البي هيك ومبسوط قال له بس فاتك شغلة كتير مهمة، كتير استعملت صباطك انت ورايح جاي عم تفتل من محل لمحل، كانت المفاجأة وركز معي منيح. شو قال له؟ قال له لا لبست صباط الضيف. اف اف عن جد بدي اف عن جد بدي اف. وهيك فعلا طلع انه البخل بالوراثة. وإذا بتشوف هيك الأمور بالحياة بتشوف عن جد
في اشياء كثيره بنورثها لاولادنا من الصفات والسلوك اللي مش بس خاصه بالامور الخارجيه بالشكل ولون العيون وشكل الشعر، لا لا، عن جد بالسلوك بنورثها اياهم. صحيح. وابشع ما في الانسان هو البخل. الكريم، الانسان الكريم يمكن يكون عنده كثير صفات سيئه، من هون عصب شوي، من هون عنده، بغطي على صفاته الثانيه. بس البخيل شو ما يكون عنده صفات، ابشع الصفات هي انه الانسان يكون بخيل. والاخطر من انه يكون بخيل بالمال والماده، يكون بخيل بالعواطف، بالعاطفه، بالبسمه، بالكلمه الحلوه. هون مصيبتها بعد اكثر بكثير من هون. انت كريمه وانت بتستاهل، انت كريمه بكل العبر عن جد، وكل مشاهدينا بيستاهلوا. ذكرتيني بقول لشاعر روسي ألكسندر بوشكين اسمه، بيقول انه البخيل يعيش طوال حياته من دون ان يتذوق طعم الحياه. طالما جبت سيره العسل وجبت سيره الزبد، ايه غريب غريب كيف بنقبل نمرق على هالحياه بدون ما نستمتع ونمتع الاخرين بجمالاتها. وبالاخر لما بنموت بيجوا الورثه وبياخذوا اللي صمدناه وخبيناه، ونحن بنكون بالقبر تحت الارض ايدينا مسكرين، ما في معنى شيء من اللي خبيناه بهيدي الدنيا. فقدنا متعة الحياة. استمتعنا جدا معك مثل العادة سارة قصير، سحر الحكاية دائما معك. إلى الأسبوع المقبل الله راد. إن شاء الله. بتمنى أكون موجود، بتمنى هلا بطلب من البروديوسر. شكرا سارة قصير. شكرا لكم مشاهدينا على